بالتأكيد يجب أن يتعامل الرجل بكل أدب واحترام مع جميع النساء التي تجمع بهن الحياة، سواء في مجال العمل أو على المستوى الأسري، أو حتى النساء التي لا تجمع بهن سابق معرفة. وعلى الرغم من أن الرجل يمتلك قلبا يستطيع أن ينبض أكثر من مرة لعدد من النساء، إلا أن هناك دائما امرأة وحيدة تسلب قلب وعقل الرجل من جسده، وتجعله يقوم بتصرفات وأفعال معها لا تصدر منه إلا أمام تلك المرأة. لذلك في هذا الفيديو سوف نتعرف على 5 أشياء وتصرفات وأفعال لا يقوم بها الرجل سوى للمرأة التي اختارها عن حب، لتصبح شريكة رحلة حياته. وكذلك نتعرف فيما بعد على مواصفات المرأة التي يمكن أن تجعل الرجل يقع في حبها. إذن فما هي هذه الأشياء التي لا يقوم بها الرجل سوى للمرأة التي يحبها فقط؟ واحد، يستمع لها. بالطبع لا يملك السواد الأعظم من الرجال القدرة على الاستماع لدقيقة كاملة إلى ثرثرة النساء، وخاصة عندما يتوجهن بالشكوى إلى أزواجهن حول أمر ما يراه الرجال دائما تافها، ولكنه ليس كذلك بالنسبة لزوجاتهم. ويمكنك أن تعرف مدى حبك لزوجتك من خلال قدرتك على الاستماع لزوجتك، فكل ما تطلبه منك هو الاستماع فقط إلى ما تشعر به أو إلى ما تعرضت له في يومها من متاعب، سواء في العمل أو في رعاية أطفالك. فكل ما تريده منك زوجتك هو الإنصات فقط دون إعطاء أي حلول، فمجرد الاستماع يعطيها شعورا بالهدوء والأمان الداخلي معك، فهي أفصحت عن جبل تحمله على كتفيها بهذا الأمر البسيط. 2، يتشاجر معها. على الرغم من أن الأمر يبدو غريبا بعض الشيء، إلا أن الرجل الذي يحب زوجته كثيرا يتشاجر معها كثيرا أيضا، ولكن ليس بنفس الأسباب التقليدية التي يتشاجر حولها الأزواج، بل السبب خوفه عليها ورعايته لها. فالرجل الذي يعيش مع زوجته يتعامل معها مثلما يتعامل مع طفلة صغيرة بسبب اتساع خبراته في الحياة بالمقارنة بها. 3، يضحي من أجلها. ففي كل شيء يفكر بها هي أولا، حتى في أبسط الأشياء. فالرجل العاشق لزوجته يكون لها بمثابة الدرع الذي يفضلها حتى على نفسه في جميع مجالات ومواقف الحياة، سواء البسيطة منها أو الصعبة. 4، هي مجرد أرقام. من وجهة نظر الرجل المحب لزوجته، لا يعد العمر أو الوزن أكثر من مجرد أرقام تزداد معه محبته إلى شريكة حياته، فهو يعشق جوهرها وليس ما يبدو عليها شكلها. فالجميع يعرف أن جمال الوجه والجسد لا يدوم، ولن يتطلب الأمر سوى بضع سنوات حتى يزول هذا الجمال الخارجي ليبقى جمال الروح إلى الأبد. 5، يحب عائلتها مثلما تفعل هي. بسبب ما يحدث من مشاكل عائلية قبل إتمام الزفاف بين أهل الزوج والزوجة، غالبا ما يحدث بعض المشاكل بين الزوج وبين أهل زوجته، خصوصا أبويها. ولكن في بعض الأوقات قد ينسى الرجل كل هذه المشاكل من أجل زوجته، فهو يحب كل ما تحبه هي، وعلى استعداد دائما أن يسامح من أجلها هي فقط. بكل تأكيد لا يدل هذا التصرف على الضعف، بل على مدى ضخامة الأخلاق النبيلة والرجولة اللذين يتمتع بهما هذا النوع من الرجال. أظهرت دراسة جديدة لقسم العلوم الإنسانية التابع للجامعة الفيدرالية البرازيلية بأن هناك مواصفات ومزايا معينة عند المرأة تجعل الرجل يقع في حبها، ويعود ذلك لحقيقة أن الرجل لا يستطيع أن يخفي الأمور لفترة طويلة، ومن السهل على المرأة أن تكتشف ما يمكنه تجاهها، ولكن الرجل الذي يتبع العقل والمنطق يقع ضحية للتعقيدات العاطفية لدى المرأة التي لا يستطيع فك ألغازها. كما أن رفض المرأة للرجل غير المناسب يأتي في وقت مبكر، لأنها تتبع عواطفها في تمييز الأمور وتحليلها،
بينما لا يتمكن الرجل من رفض المرأة بالسرعة ذاتها، إنه يبقى يدرس حالتها ويحلل ويفكر حتى يصل إلى درجة العجز في اتخاذ القرار المناسب تجاهها. المرأة على حد وصف الدراسة تعتبر أكثر ذكاء من الرجل في مجال العلاقات العاطفية والاجتماعية والإنسانية بشكل عام. استنادا إلى ما ذكرنا، فإن الرجل يبحث أيضا عن مواصفات في المرأة تناسبه وتساعده على الوقوع في حبها. الأذواق تختلف بالطبع إن كان بالنسبة للرجال أو النساء، فهناك الرجل الذي يفضل جمال المرأة على أي شيء آخر لكي ينجذب إليها وربما يقع في حبها. وهنا يجب أن نوضح أن عددا كبيرا من الرجال بنسبة 62% منهم بحسب الإحصائيات العالمية يخلطون بين الحب والانجذاب، والفرق كبير بين الحالتين، خاصة إذا كان مبنيا على الناحية الحميمية. ولكن الحب لا ينتهي مهما مرت السنون، وهنا يجب أن يأخذ الرجال الحيطة والحذر، ويجب أن يحاولوا التفريق بين الجاذبية الحميمية والعلاقة المبنية على الحب. من هي المرأة التي يقع الرجل في حبها؟ متى استطاع الرجل أن يفرق بين الجاذبية والحب، فإنه سيكون قادرا على اختيار المرأة التي يمكن أن يقع في حبها. كما أن مواصفات الجاذبية واضحة ومعروفة، وينبغي على الرجل فهمها لكي لا يقع في مطب خاطئ. الجاذبية تعني رغبة جامحة تجاه امرأة، لكن الحب يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. فما هي مواصفات المرأة التي يمكن أن تجعل الرجل يقع في حبها؟ أولا، المرأة المتميزة. أكدت الدراسة أن الحرية التي يتمتع بها الرجل في المجتمع أكبر بكثير من حرية المرأة، ولذلك فهو ربما يتعرف إلى نساء كثيرات ويعطي تقييمه لهن في قرارة نفسه. فإذا استطاع أن يشعر بأن المرأة التي أمامه تشد انتباهه من حيث أنها تختلف عن نساء كثيرات بسبب تمتعها بميزات خاصة، فهي قد تكون المحظوظة من حيث وقوعه في حبها. ثانيا، المرأة التي يخشى أن يفقدها. إن الرجل يتعلق جدا بالمرأة التي يشعر بأنه لا يستطيع فقدانها، لأنه لا يستطيع الاستمرار في الحياة من دونها. فإذا شعر بأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بامرأة ولا يمكنه أن يتصور فقدانها أو حتى أن يتخلى عنها، عندها يمكن أن يقع في حبها. ثالثا، المرأة التي تحترم نفسها وتطلب الاحترام من الآخرين. إن نسبة 70% من الرجال لا يحبون المرأة السهلة التي يمكن أن تسلم نفسها بسهولة للرجل، وما هو معروف بأن الرجل يحب ويتمتع بتتبع المرأة الصعبة التي تحترم نفسها وتفرض احترامها على الآخرين، بل إنه يفضل أن تطلب منه أن يحترمها، لأنها ليست شيئا لا قيمة له، بل هي إنسانة بحاجة إلى احترام الرجل لها بشكل كبير. هذا النوع من النساء والذي يمكن أيضا للرجال الوقوع في حبهن. رابعا، المرأة السعيدة مع نفسها. إن الرجل يفضل أيضا المرأة التي تكون سعيدة مع نفسها، لأن ذلك يعني أنها يمكن أن تسعد الآخرين، ومن المنطق أن يفكر في هذا الاتجاه، لأنه ثبت أن المرأة التي تشعر بالسعادة مع نفسها قادرة أكثر من غيرها أن تسعد من معها، وهذا يسهل الطريق أمام وقوع الرجال في حبها. خامسا، المرأة التي يمكن أن يفتخر بها. إن نسبة كبيرة من الرجال يقعون في حب المرأة التي يمكن أن يفتخر بها عندما تكون بجانبهم ويعرفوها على الأقرباء والأصدقاء، وهذا يتضمن بشكل منطقي المرأة التي تعرف الاعتناء بنفسها وتتمتع بذوق رفيع وتعرف كيف تتحدث وتظهر الذكاء في حديثها. سادسا، المرأة التي يشعر الرجل بأنها لن تعقد حياته. إن الرجل لا يحب المرأة التي يشعر بأنها ستعقد حياته، وهذا يتضمن ألا تكون امرأة غيورة جدا أو متحكمة أو تجعله يشعر بأنه في سجن ومقيد بالحركة. والغالبية العظمى من الرجال لا يقعون في حب المرأة المعقدة التي تعطي الشعور بأنها تعاني من عقد نفسية. سابعا، المرأة التي تثير اهتماماته طوال الوقت.
أوضحت الدراسة أن الرجل يحب كثيرا المرأة القادرة على إثارة اهتماماته بأسلوبها المرح وخفة دمها، وهذا ما يجعل الملل يطفو على السطح، فالرجل لا يحب المرأة المملة وكثيرة الشكاوى. ثامنا، المرأة التي تساعده عندما يكون بحاجة للمساعدة. الرجل نادرا ما يطلب مساعدة المرأة إذا شعر بأن ذلك سيضعف من شأنه أو هيبته، ولكن إذا أظهرت المرأة أنها تهتم بهذه الأمور وأنها تكون مستعدة لمساعدة رجل يحتاج للمساعدة فإنها تكبر في عينيه، وقد يكون هذا بداية الطريق باتجاه وقوعه في حبها. شكرا على المتابعة. إذا كنت لأول مرة تشاهد هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الإشعارات ليصلك جديدنا دائماً.